لعب وفي هذه الأثناء يعني يكون يعني قد تم إخلاء سبيل اللاعب، يعني زي ما احنا متابعين مع حضراتكم، فرحة كبيرة من كل يعني أصدقاء طبعا فرحة كبيرة يعني قاموا محكمة جنايات مطروح، فرحة تعلو يعني أصدقاء فتوح. طبعا زي ما تابعنا مع حضراتكم بعد أن حكم اللعب وإخلاء سبيله ب50,000 جنيه وتأجيل الجلسة لـ 22 أكتوبر القادم. يعني هنتابع طبعا مع حضراتكم المحامين، هنعود إليهم بشكل سريع. يعني الحكم هو تأجيل الجلسة
ل 22 اكتوبر القادم واخلاء سبيل اللاعب اذا دفع 50,000 جنيه غرامه، بالاضافه طبعا ل يعني طلبات هيئه الدفاع ب يعني ندب الندب يعني او الاستماع لي يعني قرارات هيئه الدفاع ب جلب الطبيب الشرعي والضابط كما طلبت هيئه الدفاع. 22/10 طبعا زي ما احنا يعني متابعين مع حضراتكم، فرحه كبيره من كل اسره المتواجدين. يعني كان محامي الدفاع قام بطلب عده طلبات يعني من ضمنها يعني اخلاء سبيل اللاعب، وهذا ما استجابت له هيئه المحكمه بخروج اللاعب بكفاله 50,000 جنيه، ومن ثم يعني تاجيل الجلسه حتى 22 اكتوبر القادم. جلسه يعني مطلوبه طبعا يعني زي ما احنا شايفين مع حضراتكم الموجود يعني، والامر طبعا يعني مثل فرحه كبيره لكل المحبين يعني لفتوح والقريبين منه. وطبعا كان وطبعا المحكمه يعني وافقت على طلبات هيئه الدفاع بالطب الشرعي واحد الطلبات الاخرى، وطبعا من ضمنها يعني ثلاث طلبات وافقت عليها المحكمه. يعني طبعا الموافقه على الكيميائي والطب الشرعي وعدد من الشهود، بالاضافه لإخلاء سبيل اللاعب بكفاله 50,000 جنيه وتاجيل الجلسه ل 22/10. يعني كانت هذه احكام التي اصدرتها محكمه مطروح اليوم يعني عقب انعقادها يعني في الجلسه الثانيه لاحمد فتوح وتاجيل الجلسه ل 22/10. طبعا يعني قرارات مفرحه لكل اسره فتوح ولكل محبيه. طبعا يعني زي ما تابعنا حضراتكم فرحه كبيره وفرحه عارمه من كل اصدقائه ومن كل المحبين له. شاهدنا يعني فرحات كبيره وشاهدنا يعني احتفالات كبيره من كل المتواجدين. طبعا يعني غادر الاصدقاء بشكل سريع جدا بفرحه كبيره وعارمه. يعني اخلاء سبيل اللاعب ب 50,000 جنيه طبعا كان هو ابرز ما يحتاجون. طبعا تابع مع حضراتكم يعني التفاصيل ويعني ما ستقول اليه التفاصيل الاخرى في القضيه. طبعا تم تاجيل الجلسه ل 22/10 وطبعا اجواء فرحه عارمه على كل يعني المحبين وعلى كل المتواجدين يعني بكفاله 50,000 جنيه. طبعا شفنا يعني طبعا كان ده ابرز يعني الطلبات لهيئه الدفاع هي اخلاء سبيل اللاعب. يعني طبعا هنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل وكل ما ستقول اليه القضيه. طبعا استدعاء يعني الكيميائي واستدعاء الطب الشرعي. طبعا عقب دفع اللاعب لغرامه قدرها 50,000 جنيه هيكون يعني الاعلان.
ان في خروج هيحل المشكله دي. المحكمه دي بتخلع سبيل التحقيقات وقد انتهت الاوراق ولا يوجد ما يمنع ان هي تخلع سبيل. هو القرار ما كانش متوقع باعتبار ان مرتبطه بجنايه تعاطي مخدر، فالناس كانت متوقعه ان هذا الامر يحدث اخلاء سبيل، ولكن من سلطه المحكمه ويجوز لها. وان شاء الله في هذا القرار في اخلاء سبيل هيكون في تلاقي بين الاهالي وبين اسره المفتوح وهيتم نهو الموضوع، ويجب ان يتدخل نادي الزمالك بثقل عن ذلك حتى يتم انهاء هذا الموضوع. هل شايف اللي في تقصير من نادي الزمالك؟ شايف ان في تقصير من احد المقربين لفتوح؟ المهله السابقه وحتى اليوم ولم يتم التصالح، هي والناس عملوا علامات الوراثه وقرارات الوصايه، كل حاجه طلعت. ايه المانع ان هم كان ينتهي قبل كده الصلح؟ انما في قرار محكمه من سلطتها ويجوز لها طبقا لاحكام القانون. هل هناك رأفه في هذا القرار بحاله فتوح وقدره فتوح على انه نجم من نجوم مصر؟ ولا هتتمكى من الهرب مثلا؟ لا نستطيع ان نقول هناك رأفه وهناك وفاء في الناحيه الاخرى، ولكن من سلطه المحكمه طالما في طاهر وطالما في حدود القانون المايك الثاني طاهر ومن سلطة المحكمة لا يجوز لها أن تصدر هذا القرار، وبالتالي هذا القرار من سلطة المحكمة وإن شاء الله هيكون هو السبب في نهو هذا. المتوقع بعد هذا القرار بقى ممكن يكون في حكم تقريبا ما بين كام وكام؟ مش هنقدر نقول بالظبط. الحكم القضائي القانون يقول إيه؟ القانون بيقول إيه يا فندم؟ القانون في هذه الحالة إذا اعتبر هناك قتل خطأ وظرف مسدد وهو التعاطي شيء مخدر العقوبة تشدد. الحد الأدنى 6 أشهر في قتل خطأ والحد الأقصى 3 سنين. وممكن المحكمة تدي براءة في ناحية وإدانة في ناحية. أستاذ عادل النهاردة يعني الدائرة الثانية محكمة جنايات مطروح أخلت سبيل اللاعب أحمد فتوح. كلمنا عن يعني متابعتك للجلستين، جلسة اليوم وجلسة الشهر الماضي. هذا القرار من سلطة المحكمة و مانع لديها في أن تخلي سبيله بين تفرقة بين حالة وحالة. هو ليس متهم يعني في جناية كبرى، ولكن قتل خطأ جنحة ومرتبطة بجناية تعاطي مخدر. هذا التعاطي المخدر قد يكون سبب في إدانة وقد يكون هو العقوبة التي يقذى بها في حالة الإدانة باعتبارها أنها أشد من القتل الخطأ. القتل الخطأ 6 أشهر، وإذا توافر ظرف مشدد ترقى إلى مدة 3 سنوات. إن شاء الله هذا القرار من المحكمة، وإذا ما أتت الجلسة القادمة وفيها الصلح إن شاء الله هيكون في قرار كويس للجميع، باعتبار أن أهلية المتوفي قد تراضوا وأن هناك زجر وأن هناك حبس لمدة 13 من شهر 6 باين لحد أو 7 حتى هذا اليوم. فطبعا دي مدة مش شوية، ويكون فيها العظة، والمحكمة في النهاية قد تقضي بعقوبة مع الشغل وقد تقضي بالإيقاف. رأي حضرتك كيف رفض الأسرة لأخذ الدية لحد دلوقتي؟ لا، رفض الدية أكيد التفاوض معهم ما كانش بالطريقة السليمة، والتفاوض لابد وأن يأتي من أشخاص قادرين على الوفاء بالديون، والمتهم محبوس والآن خرج. لا الأسرة عندها حجة ولا أهلية أحمد بن فتوح عندهم السبب الذي من أجله أن يتم عدم دفع الدين. محامي المجني عليه رفض وقال ونفى أن في تم تواصل. إن شاء الله مع إخلاء سبيل ومع تدخل العقلاء سواء في نادي الزمالك أو في أهالي المنطقة التي كان يعمل بها فرد المجني عليه المتوفي والمنتقل إلى رحمة الله، فالناس دي عواقل، الناس عائلات كبيرة في الساحل الموجودة ولها أن تتدخل، وإن شاء الله الموضوع يحتاج. ولكن القرار الأول والأخير في يد أسرة المتوفي. إخلاء سبيل أحمد فتوح هيسهل موضوع التصالح مع الأسرة؟ هيسهل دون المساس بحقهم الشرعي في أنهم يرفضوا أو يقبلوا. هيسهل الأمر يعني باعتبار أنه هو موجود بنفسه. هل تدخل أحمد فتوح نفسه ممكن يؤثر عليه؟ إن شاء الله. هل المحكمة يعني شافت في قرار إخلاء سبيله تسهيل أو رأفة باللاعب لأنه طبعاً نجم كبير؟ ممكن باعتبار أن محامي الدفاع طلب من المحكمة أن ما فيش حد هيتفاوض، وممكن يكون فلوسه في البنك وهو الوحيد الذي يستطيع إخراجه. تمام، شكرا جدا لحضرتك.
شكرا طبعا حضرتك وكيل المحامين يعني مطروح اللي كان موجود معانا يعني ليوضح يعني اجزاء على قرارات الحكم يعني كما تابعنا مع حضراتكم يعني قرار ب يعني اخلاء سبيل اللاعب وتاجيل الجلسه 22/10 و يعني اخلاء سبيل اللاعب بغرامه ماليه 50,000 جنيه يعني طبعا مبلغ كان يعني طبعا كان قرار اخلاء سبيله يعني كان او طلب اخلاء سبيله كان ابرز الطلبات اللي طلبتها هيئه الدفاع في الجلستين الجلسه الاولى والجلسه الثانيه يعني واللي تم تنفيذه النهارده وزي ما استمعنا يعني لنقيب المحامين اللي يعني قال قد يكون هذا القرار يعني استجابه ل راي يعني هيئه الدفاع او يعني استجابه لي يعني ان الامر يعني تسهيل على اللاعب وعلى اسرته يعني هنكمل طبعا مع حضراتكم وهنشوف كل التفاصيل القادمه يعني والجديد فيها مشاهدينا متابعينا في كل مكان مشاهدينا ومتابعي في لايف 24 هنتابع معاكم طبعا كل التفاصيل وكل الجديد يعني زي ما شفنا مع حضراتكم وطبعا هنعرف بقى اللي جاي الفتره الجايه وطبعا هنتابع معاكم على القناه 24 شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم على امل ان نلتقي قريبا دمتم في حفظ الله كان معكم من الاسكندريه كان معكم من مطروح من امام المحكمه مصطفى حسن الى لقاء اخر دمتم في حفظ الله.